Allow me to present the next speaker, Dr. Mohamed Magdy Elmeligie. السلام عليكم جميعا. انا بتشرف وافتخر ان انا موجود وسط اساتذتنا الكبار وعلمائنا الاجلاء، وشرف عظيم ان انا اكون موجود وسطيكم. وبتشكر جدا للدكتور عبير والدكتور جيهان على المقدمه. انا ان شاء الله يعني هدخل على طول في الجزء البراكتيكال بتاع تطبيق الافيدنس بيس براكتس. بشكر طبعا دكتورنا العظيم على المقدمه اللي ادها لنا، ووفر عليا وقت في حاجات كنت شايف انها هتاخد من وقت المحاضره وهتضيع وقتنا شويه، فهو الحمد لله كتر خيره اختصر لنا الطريق نقدر نخش على طول على التطبيق العملي. اغلب الكورسات بيبقى دايما فيها مكتوب كلمه evidence based management of مثلا neck pain of مثلا knee osteoarthritis، فبقت حاجه hot topic والناس كلها بتتكلم فيها، لكن للاسف هي poorly understood وفيها دايما barriers كتيره بنقابلها. لكن السؤال اللي كنت بتسأله دايما، هل الايفيدنس دي حاجه مهمه؟ هل ان انا مهم ابقى ملم بالايفيدنس بيست براكتس وطرق تطبيقه؟ كان زمان الموضوع بيبقى رفاهيه، انك انت تبقى بتفهم اتليست البيزكس في البحث العلمي كانت حاجه تعتبر رفاهيه. مش عارفها مش مشكله، اتليست انت كلينيشن شاطر وبتعرف تطبق التكنيكس بتاعتنا، لكن مش شرط تكون شاطر في البحث العلمي. للاسف في تقرير كانت نشرته مجله بريتش ميديكال جورنال في 2008 في الايديتوريال بيس في مقال رئيس التحرير، كان بيقول ان الكلينيشن اللي في القرن ال 21 اللي ما يقدرش يعمل كريتيكال ابريزل او ما يقدرش ينتقد ورقه بحثيه هو للاسف كلينيشن غير كفء وغير جاهز لممارسه المهنه، ويعتبر زيه زي ما بيقدرش يقيس ضغط الدم او ما بيقدرش يعمل اكزامينيشن للكارديوفاسكولار سيستم. فاحنا ما بقيناش في حاجه ليها علاقه بالرفاهيه، احنا بقى لينا علاقه بحاجه اسينشال. يعني تخيل كده ان مساعد الصيدلي اللي هو ممكن يكون درجته العلميه اقل منك بيقدر يقيس الضغط. انت بجهلك او عدم معرفتك بالايفيدنس بيس براكتس للاسف بقيت محطوط في كاتيجوري اقل منه كمان. فالموضوع ما بقاش رفاهيه، محتاج مننا ان احنا نشتغل فيه ونتعلم اكتر واكتر ونركز اكتر على البحث العلمي. طبعا دكتورنا كان تفضل قبل كده وشرح لنا ان احنا عندنا خطوات في تطبيق الايفيدنس بيس براكتس، وتسهيلا على الكل في حفظ الستبس هم عباره عن خمس كلمات بحرف الاي، هما خمس افعال هيبتدوا بحرف الاي. دايما الموضوع بيبتدي بانك انت قابلت مشكله مع المريض بتاعك during examination، فاول حاجه هتعملها انك هتسال سؤال. لازم تحط البروبلم اللي انت قابلتها او المشكله اللي انت قابلتها تحطها في سؤال. السؤال ده المفروض ان ليه مواصفات، وكل ما كان السؤال ده مواصفاته مظبوطه كل ما هيسهل عليك عمليه السيرش بعد كده في الخطوه الثانيه عشان تقدر تجيب اكبر كميه ايفيدنس تقدر تجاوب على السؤال ده. فالخطوه الثانيه بالنسبه لك هتبقى برضو بحرف الاي كلمه اكواير. اكواير يعني انك انت هتحاول تجمع اكبر كميه ابحاث بتحاول تجاوب السؤال بتاعك. الخطوه الثالثه بالنسبه لي هي دي المحور النهارده، اللي هي مرحله الابريز او الانتقاد للورقه البحثيه اللي انت جبتها، عشان من خلالها هتخش على المرحله الرابعه اللي هي الابلكيشن، تطبيق بقى الايفيدنس ده على المريض بتاعك. وبعد كده هتعمل اساس في الاخر او هتعمل ايفالويشن للي انت وصلت له عشان تشوف هل ده ممكن يتكرر مع عيانين تانيين ولا لا. طيب عموما لحد ما البرزنتيشن تتعرض عشان برضه ما اضيعش وقتكم، الخطوه الاولى زي ما اتفقنا ان انا بعمل سؤال او بحط فريم للسؤال بتاعي، والسؤال ما ينفعش يكون سؤال عام، ما ينفعش يكون سؤال مبني على حاجات مجهوله او حاجات غير قابله للاجابه، لازم يكون انسربل. ومعنى ان هو انسربل يبقى هنحطه في فريم معين، الفريم ده هتشوف فورمات كتيره جدا، اشهرها والحاجه الدارجه اللي بنستخدمها دايما حاجه اسمها البيكو فورمات. بيكو هي اختصار لاربع كلمات، patient او problem او population، I هي for intervention، C for comparison or control، O for outcome او مقياس التحسن بالنسبه للمريض. دي اربع حاجات مهمه تكون موجوده في السؤال بتاعك عشان توفر عليك السيرش وما تضيعش وقتك في السيرش لفترات طويله. طبعا المفروض بعد الخطوه دي حتى ادخل على كل السيرش انجنز اللي متوفره للبحث العلمي، اشهرها طبعا اكيد كلكم سمعتوا عنها باب ميد، هي اشهر حاجه تعتبر فري واكسس للناس كلها.
في طبعا عندنا حاجه اسمها بيدرو اللي هي فيزيوثيرابي ايفيدنس داتا بيس، في برضو حاجات كتيره زي ميد لاين، في حاجه اسمها ترانسليتنج ريسيرش انتو براكتس، في كذا سيرش انجن، لكن اللي هنشرحه النهارده هو هيبقى الجزء بتاع بيدرو بما ان هو الحاجه الخاصه بينا احنا كفيزيكال ثيرابيست. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. انا يعني سريعا كده هقلب بس في الحاجات اللي احنا قلنا عليها، ان احنا زي ما اتفقنا اول خطوه عندنا هي هتبقى ستاب اللي هي ستاب 1 هتبقى اسك، بعد كده اكواير، بعد كده ابريز، وزي ما اتفقنا بعد كده ابلاي اند ذن اسس. انا هستاذنكم بقى ان احنا هنعدي شويه الكلام ده سريعا عشان بس ما نضيعش وقت المحاضره. هو ده الكلام ده كله احنا كنا شرحناه، بس يعني عشان بس ما نضيعش وقت الكريتيكال ابريزل اللي بالنسبه لي فيه تطبيق عملي. هي دي بقى الخطوه الثالثه اللي احنا قلنا عليها لو تفتكروا في الاول، ان الكلينيشن اللي موجود في القرن 21 ما يقدرش يعمل كريتيكال ابريزل او التقاط بورقه علميه، هو للاسف غير كفء وغير جاهز. فعلى الاقل النهارده نطلع بس بالكريتيكال ابريزل، اتليست احس ان انا عملت حاجه ربنا ان شاء الله يكرمني عليها ويديني ثوابها يعني. طيب كلمه كريتيكال ابريزل للاسف مرتبطه في دماغنا دايما بكلمه سلبيه، كلمه كريتكس او انتقاد دي معناها ان انا هطلع حاجات سلبيه. لا، خلينا متفقين ان البحث العلمي ما فيهوش حاجه وحشه. هو يا حلو يا مش حلو، بلاش كلمه وحشه خلاص. فكلمه كريتيكال ابريزل هي ان انا تو جادج، ان انا عايز احكم الحاجه دي مناسبه للعيان بتاعي ولا لا، لكن مش ان انا رايح اغلط في حد او ان انا رايح اقلل من قيمه البحث اللي انا قريته. طبعا سريعا كده استراكشر اوف جورنال ارتكل عشان لما نيجي نعمل كريتيكال ابريزل نبقى فاهمين، لان في اكيد اغلبنا ما عندوش درايه كبيره بالبحث العلمي. هو اي بحث في الدنيا بيبتدي دايما بتايتل، التايتل بيبقى مكتوب تحتيه اوثرز، وبعد كده بيبقى فيه ابستراكت اللي هو يعتبر ملخص البحث، بعد كده هيبدا الانترودكشن، ده الجزء اللي المفروض الباحث بيقول لك فيه هو ايه المقدمات اللي عنده عشان يعمل البحث ده، بعد كده الماتيريالز اند ميثودز هي دي تعتبر الميثودولوجي او ما عمله الباحث في البحث بتاعه، ودي بالنسبه لي هي اهم حاجه في الكريتيكال ابريزل واهتم بيها جدا عشان هي دي فيها اجابات الاسئله كلها اللي هتدور في دماغك. طبعا اهم حاجات بتبقى موجوده هي الستدي ديزاين، البارتيسيبنتس، وحاجه اسمها كونسورت فلو دايجرام، ده مهم قوي، الرسمه اللي تحت دي لانها هتجاوب على سؤال مهم قوي. بعد كده عندنا راندومايزيشن، طريقه توزيع البيشنتس على المجموعات. خد بالك انا الاكزامبل عندي هنا انترفنشنال ستدي، انا بدي هنا اكزامبل على انترفنشنال ستدي، يعني دراسه كان فيها علاج مش تشخيص او اي حاجه ثانيه. بعد كده بيبقى عندنا حاجه اسمها outcome measures اللي هي المؤشر القياسي اللي احنا قسنا بيه تحسن المريض. بعد كده هيقول لك statistical analysis ازاي عمل تحليل احصائي وراه على طول سرد النتائج اللي هي results، وبعد كده في discussion اللي هو الباحث بيشرح لك هو لقى ايه، وفي الاخر في شويه limitations و conclusion في الاخر استنتاج وراه references. نصيحه ليك لما تيجي تعمل critical appraisal بلاش تبدا لا بالintroduction ولا بالdiscussion، لان انت هتتاثر بالبايس بتاع او الانحياز بتاع الباحث، هتحس انك عايز تمشي زي ما هو مشي. فنصيحه ما نبداش بالانترودكشن ولا بالدسكشن، خليهم للاخر، ابدا على طول بالتايتل والابستراكت وراه الميثودولوجي على طول. طيب هو من ضمن المصايب ان حتى الكيو ار كود مش طالع في الصوره، مش عارف ايه ده بصراحه. طيب عموما مش مشكله، تابعوا معايا، انا واخد سكرين شوتس عامه من كل حاجه، فمعلش هستاذنكم هتابعوا معايا لان الكيو ار كود مش طالع للاسف البرزنتيشن. قبل ما اتكلم بس على مراحل كريتيكال ابريزل، عندنا اربع مراحل. المرحله الاولانيه اسمها ابليكابيلتي، ابليكابيلتي يعني امكانيه تطبيقها على المريض بتاعي، هل المريض بتاعي شبه المريض اللي في الدراسه دي ولا لا؟ يعني لا يعقل ان يكون المريض بتاعي سنه 10 سنين ورايح اطبق عليه دراسه كانت معموله على ناس عندها 70 سنه، ده طبعا يبقى تهديد. فلازم اول حاجه المحطه اللي عندي بتاعت الابليكابيلتي تركز فيها قوي عشان ما تضيعش وقتك. افرض ان الدراسه طلعت بتتكلم على بوبيليشن تاني، ما تكملش، مش لازم تكمل بقى قرايه، خليها لدراسه تانيه احسن. بعد المحطه الاولانيه هنحكم بقى المحطه التانيه بتاعت الكواليتي، بتاعت قيمه البحث ده وهل هو فاليد واقدر اطبقه على العيان بتاعي ولا لا. بعدين هنبدا ننتقد النتائج بتاعت البحث عشان نوصل في الاخر لقرار اخراني، هل اطبق ولا ما اطبقش. اصدق اجيب لكم يعني مجله تعتبر من اهم المجلات اللي في الجزء بتاع العلاج الطبيعي، مجله اسمها اركايفز اوف فيزيكال ميديسن اند ريهابيتيشن، دي مجله كيو 1
واللي ما يعرفش يعني EQ1 يعني هي في التوب 25 على مستوى العالم بالنسبه للتخصص بتاعنا. فاذا كده دي مجله قويه واللي ينشر فيها اكيد ناس اكفاء وشاطرين يعني ممكن نعتد بالبحث بتاعهم. ومع ذلك هوريكم دلوقتي ان ممكن نطلع برضو حاجات منتقد فيها شغلهم ونبقى عارفين برضو ان في مشاكل في تطبيق الكلام ده. فبلاش نجري ورا اسماء المجلات والكوارتايل، لا استنى شويه اقرا البحث للاخر وشوف. طيب زي ما اتفقنا المحطه الاولانيه عندي هي الابليكابيلتي، هل ممكن الكلام ده طبعه على العين بتاعي ولا لا؟ هل العين بتاعي متشابه في الدراسه اللي بشوفها ولا لا؟ فالسؤال الاولاني هيجي لك هو ايه الهدف كان من الدراسه؟ يعني الدراسه اللي انت مسكها في ايدك اللي هي بتاعت الدكاتره اللي احنا كنا بنشتغل عليهم دلوقتي دول، هل البيربز ده هو نفس البيربز اللي انت بتدور عليه؟ هنفترض ان انا جاي لي عيان عنده 35 سنه بيشتكي من عنده اصابه كرونيال انتشمنت، وكمان وانا بكشف عليه لقيت ان عنده سكابلر ديسكاينيسيس. فجاء جوه دماغي ان انا عايز اعمل بروجرام يهتم بده ويهتم بده، يعني يهتم بالانتشمنت ويهتم كمان بالسكابلر ديسكاينيسيس. وعايز اعرف هل لو انا طبقت حاجه ليهم هما الاثنين هتبقى احسن، ولا لو ركزت على الشولدر بس وسبت السكابلر هيبقى احسن؟ ده السؤال اللي جه في دماغك. اذا كده الهدف من الدراسه هتلاقيه موجود في الانترودكشن، جزء من الانترودكشن هتلاقيه مكتوب في اخر باراجراف ان الـ aim of the study was to investigate the effects of two different exercise programs on three-dimensional scapular kinematics, disability and pain in participants with shoulder impingement syndrome. طب دي حاجه متفقه مع اللي انا بدور عليه ولا لا؟ حاجه متفقه عليها، انا بدور برضه على حاجه زي كده، فكده اول صح عندي اقدر اكمل السؤال اللي بعده. طيب هل البوبيوليشن اللي انا بشتغل معاه هو البوبيوليشن اللي موجود في الدراسه؟ طب ده هعرفه منين؟ هتنزل على الجزء بتاع الريزلتس، السكشن بتاع الريزلتس، هتلاقي دايما مشهور قوي ان اول تيبل دايما في الريزلتس بيتكلم عن التحليل الاحصائي لكل خصائص المرضى. يعني هيقول لك الايدج بتاعهم، هيقول السكس كان الديستريبيوشن اخباره ايه، هيتكلم عن الوزن، عن الطول، عن البودي ماس اندكس. فانت من خلال الكلام ده هتبدا تقول اه ده شبه البيشنت بتاعي ولا لا. طيب انا البيشنت بتاعي عنده 35 سنه، وهنا المين طالع 39.5 وطالع هنا 33.4 بلس او ماينس 8.2، يعني طالع نازل 8 سنين، يعني ده 35 سنه بتاعت العيان بتاعتي جوه الرقم ده ولا لا؟ جوه الرقم. يبقى اذا كده اقدر اقول ان انا هكمل في الدراسه دي لان البيشنت بوبيوليشن قريب من بعضه. السؤال اللي بعده كان هيسالني هو الانكلوجن كرايتيريا والاكسكلوجن كرايتيريا اللي موجوده في الدراسه، هل البيشنت بتاعي واقع جواهم ولا لا؟ طب دي هعرف منين؟ برضو افتح الجزء بتاع الميثودولوجي هتلاقي عندك في جزء اللي هو مكتوب عليه participants، دايما بيبقى حاطط فيه مين الانكلوجن كرايتيريا وايه هي الاكسكلوجن كرايتيريا. الانكلوجن كرايتيريا باختصار يعني مين اللي اقدر اضمهم معايا في البحث بتاعي ومين اللي هعمل لهم استبعاد، لان كل البيشنتس مختلفين عن بعض. ممكن يكون عندي شولدر امبنجمنت بس عندي اوبيزيتي، ممكن يكون عندي شولدر امبنجمنت بس عندي امراض سيستماتيك. فكل الحاجات دي بنستبعدها عشان ما تاثرش على نتيجه البحث بتاعي. فانا لما جيت قريت لقيت ان هو كاتب هنا ان البيشنت ليهم كاركترايزيشن معين، لما جيت بصيت له لقيت ان هو نفس العيان بتاعي عنده سكابلر ديسكاينيزيس مع شولدر امبلانت. يبقى دي نقطه اخدها ولا ما اخدهاش؟ اخدها. نخش السؤال اللي بعده، هل الانترفنشن والكنترول جروبس الاثنين خدوا رياليستيك تريتمنت؟ يعني هل الاثنين اتعالجوا بتمرينات او بعلاج طبيعي ملموس، ولا كان في حاجه فيها بلاسيبو او علاج بالايحاء؟ ان في مجموعه بعمل عليها مسرحيه عشان اشوف هل فعلا الدواء ده او العلاج بتاعي بيأثر ولا لا. لقيت ان المجموعتين هنا في جزء الميثودولوجي لما دخلت على الانترفنشن لقيت ان المجموعتين بياخدوا اكسرسايز. في مجموعه بنشتغل على الشولدر كسترينثنينج وكستريتشنج وبنزود عليه سكابلر ستابلايزيشن اكسرسايز، ومجموعه الكنترول ما بشتغلش عليها غير بشولدر سترينثنينج وشولدر ستريتشنج. يعني انا عندي كده في فاريبل مختلف بين الاثنين. ايه هو الفاريبل المختلف؟ السكابلر ستابلايزيشن اكسرسايز. خلاص؟ طيب هو ذاكر الكلام ده والاثنين بياخدوا رياليستيك تريتمنت. يبقى اكمل السؤال الاخير في الابليكابيلتي، طب هل الاوتكم ميجرز مؤشرات القياس اللي هو الراجل كان بيقيسها هل هي الحاجه اللي انا بدور عليها ولا لا؟ والله انا جالي العيان قال لي انا عايز اشوف الفانكشن بتاعتي هتتحسن ولا لا؟ هيبقى في تحسن في البين ولا لا؟ لما جيت بصيت على الاوتكم ميجرز لقيت في اول سطر في الميثودولوجي كاتب لي سكابلر كينيماتكس ديسابيلتي ستيتس اند بين، يعني الراجل بيقيس الحاجات اللي انا بدور عليها، الحاجات اللي انا عايزها. يبقى اذا كده دي حاجه اكمل فيها ولا ما اكملش؟ اكمل.
يبقى اذا كده عدينا من مرحله او محطه الابليكابيلتي النجاح وعرفنا ان الابليكابيلتي بالنسبه للاستادي دي مناسبه للاستادي بتاعتي، يبقى اخش في المحطه اللي بعدها بتاعه الكواليتي، ان انا هبدا بقى اشوف الدراسه دي هل هي فعلا فاليد، هل هي فيها صلاحيه ان انا اقدر اطبقها على العين بتاعي ولا لا. هيجي لي السؤال الاولاني يسالني هو لما جيت عملت توزيع عشوائي للمرضى، هل حصل توزيع عشوائي ولا كان التوزيع حسب مزاجي؟ طبعا دي بتفرق معايا، ان كل ما وزعت العيانين بطريقه عشوائيه كل ما كانت دقه البحث تبقى عاليه وفي نفس الوقت تبقى خاليه من اي شبهات تحيز. ان انا مثلا خدت المجموعه الكويسه حطيتها ناحيه اللي هم يعني شكلهم كده كويس، خدتهم في المجموعه اللي انا عايز اطلعها كويسه، والناس اللي شكلها تخين كده ومش عارف ايه وبعيدهم الناحيه الثانيه، لازم اتاكد ان مفيش بايس. فهنخش في الميثودولوجي هنلاقي برضو ان ذكر في الجزء بتاع الراندمايزيشن ان البيشنت كان راندمايزد، وذكر كمان طريقه الراندمايزد ان هو جاب اندبندنت ريسيرشر، جاب حد مستقل عن البحث تماما ما لهوش علاقه بيه، هو اللي عمل الراندمايزيشن باستخدام كمبيوتر جنريتد نمبرز، يعني استخدم سوفت وير على الكمبيوتر طلع له ارقام عشوائيه بدا يديها للمرضى ويوزعها. يبقى طريقه الراندمايزيشن بتاعتي مظبوطه، اقدر اكمل للي بعده. طيب السؤال السابع، هل السامبلينج او اخذ العينه كان بطريقه مظبوطه ولا لا؟ لان لو العينه اتاخذت غلط للاسف ده هتبقى حاجه هتبقى طعم قوي في البحث اللي بتقراه. لما نيجي نبص هنا هنلاقي ان البيشن سوري الاوثرز كتبوا حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه انه حسب حجم العينه فعلا في سامبل سايز كالكوليشنز، ودي كل الداتا اللي انت محتاجها عشان تحاول تعمل ريبليكيشن على اللي هو قاله، يعني تحاول تتاكد ان هو فعلا اشتغل صح ولا لا. قال الباور الافكت سايز، كتب كل حاجه ليها علاقه بالموضوع، فاذا كده وحتى الدروب اوت ريت المتوقع كام، كل حاجه صح. وقال في الاول ان في دكتور او في اورثوبيديك سيرجن في جراح عظام هو اللي اداله البيشنتس وقال لهم وزعوهم، يبقى اذا كده السامبلنج ما فيهوش مشكله. لكن هنبدا بقى في المرحله اللي بعد كده، هنا نبدا نتكلم بقى على الانتقاد اللي ممكن نقوله للبيبر دي. الحاجه الاولانيه ان احنا او السؤال الثامن بالنسبه لنا هو دروب اوت ريت. احنا في حاجه عندنا اسمها اتريشن بايس، حاجه اسمها ايرور ممكن يحصل في البحث، ان في عيانين كتير انسحبوا من الدراسه. بدات الدراسه مثلا ب 50 عيان لكن انتهيت ب 20 عيان. الناس انسحبت ليه؟ ده سؤال مهم ولازم الاوثر يكون جاوب عنه. هل انسحبوا عشان في مضاعفات من العلاج؟ ما ممكن يكونوا انسحبوا عشان في اعراض سايد افكتس ظهرت عليهم، ممكن يكونوا مش حاسين بتحسن اصلا، ممكن تكون اسباب نفسيه على حسب. ف طب ممكن بس دقيقة واحدة بالظبط خلص بس الحتة اللي بعدها وهقف على كده. فالدروب اوت ريت ده من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الجزء الخاص بالقيمة بتاعة البحث. لكن الحاجة اللي برضه عايز أكملها عشان برضه أكسب وقت بس، إن حتة البلايندنج أو الماسكينج في راندمايز كنترول ترايلز دي بالنسبة لي نقطة محورية. ودي أول حاجة يمكن هاخد انتقاد على البحث فيها، إنه لما جه ذكر الراندمايزيشن الراندمايزيشن بكل بساطة كاتبه إن هو جاب حد مستقل عن الدراسة عمل راندمايزيشن، لكن ما قاليش هل الناس كانت بلايند، في دعمية حصلت يعني في ماسكينج حصل، هل الناس كانت عارفة الجروبس بتاعتها، هل الأوثرز كانوا عارفين المجموعات البيشنتس هيروحوا في أي مجموعات. دي نقطة بالنسبة لي أنا نقطة محورية ونقطة أنتقد فيها البحث ده، وأنت لو بتقرأ لازم تنتقد. ليه؟ هتعرف قدام، بس خليك مركز معايا إن كان في مشكلة أوتكم. كان في مشكلة كان في مشكلة في الجزء بتاع البلايندنج، انه التعمية ما حصلتش، وهتعرف ليه قدام. لكن هو ما ذكرش، انا طلع لك الجزء بتاع الراندمايزيشن ما قالش الالوكيشن كونسيبمنت اتعمل ازاي. خلاص؟ طيب هل بعيد عن الالوكيتد تريتمنت، السؤال اللي بعده، هل المجموعتين اتعالجوا بنفس الكفاءة؟ خدوا نفس كمية العلاج؟ يبان لك في الأول ان الاثنين خدوا نفس العلاج، دخل اكسرسايز ودخل اكسرسايز. لكن انا لما جيت حسبت وهتلاقيها في اخر البيبر خالص كاتب لك فيها الدوزز بتاعه الاكسرسايز لكل مجموعه، حسبتها لقيت ان المجموعه الانترفنشن بتاخد تقريبا 240 ريبيتيشن كل 3 ايام، ولو حد قوي شويه او عنده سترينث اعلى بياخد لحد 480 سيشن ريبيتيشن بير سيشن بير ويك. الناحيه الثانيه هتلاقي ان الكنترول كانوا لما حسبت لهم الدوز بتاعتهم لقيتها ما بين 90 ل 180 في الاسبوع. طيب هنا ممكن انا شخصيا انتقد البحث في الحته دي، ان هو في مجموعه احنا بنقول انها خدت اكسرسايز ودي خدت اكسرسايز، لكن المجموعه دي قعدت فتره اطول بتعمل اكسرسايز، لكن المجموعه دي خدت وقت اقل. فانا ممكن اقول
ان النتائج اللي اتحسنوا بيها العيانين مش بسبب الاكسرسايز الزياده اللي هو سكابولار ستابلايزيشن، لا هو بسبب ان هم اصلا بشكل عام كانوا بيعملوا اكسرسايز لفتره اطول، في هنا عدم تكافؤ في الوقت بتاع السيشن، فدي حاجه انا ممكن انطبق عليها واقول ان النتائج هنا قطعا عليها. خلاص طيب السؤال اللي بعده متعلق بالريزلت. هنا بقى لما كنت بقول لك ان ما حصلش بلايندنج، كان الاوثر الباحث نفسه عارف البيشنتس رايحين فين متوزعين ازاي، وفي الغالب هو اللي وزعهم بنفسه. هسالني ازاي اقتنعت بحاجه زي كده، هقول لك تعالى في التيبل الاولاني بتاع الجنرال كاركترستكس ركز كده معايا، بص على الايج بتاع الكنترول وبص على الايج بتاع الانترفنشن، ده كام وده كام؟ مش ملاحظ ان في فرق حوالي 6 سنين بين الاثنين؟ ده مينيمم، يعني مينيمم 6 سنين بين الاثنين. يبقى اذا كده ممكن يكون الباحث كان موجود في وقت توزيع المرضى، وفي الغالب هو لقى ان اخد الناس اللي هي سنها صغير ناحيه الانترفنشن جروب بتاعي واخلي الناس اللي سنها كبير ناحيه الكنترول جروب. طب هل ده بس؟ لا، ده كمان الموضوع هيتكرر في البادي ماس اندكس، برضه هتلاقي ان في فرق درجتين كاملين بين الكنترول جروب وبين برضه الانترفنشن جروب. الله، يعني اشمعنى الانترفنشن جروب كل مره هو اللي بياخد الكويس وكل مره الكنترول جروب هو اللي بياخد الوحش؟ يبقى عشان ما ذكرش جزء البلايندنج، يبقى هو في الغالب كان عامل حاجه مش عايز يقولها لنا في البحث، بس انا عرفت اكتشفها من الجزء بتاع الريزلتس. يبقى ناخد بالنا ان مش كل حاجه مكتوبه هنقدر نصدقها ونقول ايوه دي مظبوطه 100%. السؤال بقى هنا، هل في سيكريسكال ديفرنس ما بين المجموعتين؟ كلام دكتورتنا مظبوط، هو مفيش يعني لما نبص على السيكريسكال ديفرنس هو مفيش سيكريسكال ديفرنس. يبقى ملهاش معنى. ملهاش معنى، بس برضه دي حاجه بينك وبين نفسك، حتى ايفن لو هي نفس سيكريسكال سيكريسكال ديفرنس بينهم، بس ممكن برضه نفكر ان احنا اصل احنا بنتكلم ايفيدنس بيست واي، بدل ما فيش ستاتستيكال سيجنفكنس ما بينهم، يبقى انا ما اقدرش ان انا اقول ان كلام حضرتك عنده في بايس في النقطه دي معاك. كويس، بس برضه هقول لحضرتك حاجه برضه، ان البي فاليو بقت واخده اكبر من حجمها في الابحاث بتاعتنا. خد بالك يا دكتور ان هو هنا ما ذكرش الكونفدنس انترفال، اقول حاجه ثانيه واحده ما ذكرش، من 8.1 كويس، مفيش significant difference، ده statistically يا دكتور لكن مش clinically، ما ذكرش confidence interval عشان اقول هل في فرق، وهقول هيك الكلام ده يعني حاجه بس تانية عليا دقيقه في اللي بعده. خليني اسمع على سؤال الدكتوره بس دقيقه واحده عشان حته البي فاليو دي عامله لغط، فدقيقه واحده بس. الجزء بتاع الاوتكم ميجرز برضه في مشكله ثانيه، وانت بتقرا الطريقه اللي كان بيقيس بيها مؤشرات القياس، ان كان عندنا هنا بيقول ان هو استخدم وسيله الكترومغناطيك تراكنج سيستم، بيركب سنسرز كده معينه زي الجي بي اس وبيحسب الدرجات بتاعتها مع كذا حركه من حركات الشولدر. مش ده اللي يهمني، لكن اللي يهمني انه ذكر حاجتين هنا يعني مختلفين عن بعض ويورطوه في حاجه، ان هو قال لك الاول ان المينيمال ديتكتبل تشينج اللي هو اقل تغيير ممكن اقول ان فيه تحسن حصل هيبقى ما بين 7.81 ل 17.27. خلاص؟ ده اقل تحسن الاقيه. طيب في نفس الوقت قال لك ان الطريقه دي فيها ستاندرد ايرور اوف ميجرمنت بيبلغ تقريبا حوالي 8 درجات. طيب يعني انا لو قلت لك ان لو العيان اتحسن 8 درجات هعتبر ان ده كده تحسن، بس في نفس الوقت في اخطاء في الميجرمنت بتوصل ل 8 درجات. ما انا ممكن اقول ان التحسن اللي انا شايفه على المريض ده مش بسبب ان هو في تحسن اصلا في النتائج، هو التحسن دي نتيجه ان في اخطاء في القياس رفعت لي الدرجه 8 درجات. هو اللي كاتب ده نفسه، انا ما جبتش حاجه من عندي، هو اللي كاتب الكلام ده. فدي برضه نقطه تخليني اشك ان الاوتكم ميجرز مش معموله مظبوط، رغم ان هو ذاكر ان دي حاجه فاليد ريلايبل، الطريقه دي فاليد ريلايبل، لكن قايل ان ستاندرد ايرور اوف ميجرمنت بيوصل 8 درجات والتحسن برضه بيوصل 8 درجات. طيب النقطه بقى اللي انا كنت بتكلم فيها مع الدكتور عبير، وده يعني سؤال مهم جدا، هل ذكر الكونفدنس انترفل ولا لا؟ الكونفدنس انترفل بدون دخول في تفاصيل احصائيه كتير هو عباره عن رينج معين انا من خلاله بقدر اقول ان انا طبقته على السامبل ده ممكن اطبقه على البوبيليشن ويجيب نتيجه ولا لا. فكلمه ستاتستيكال ديفرنس حاجه وان يبقى في ريل ديفرنس دي حاجه ثانيه، وده اللي هنشوفه دلوقتي. فهو ما ذكرش الكونفدنس انترفل، لما تراجعوا البيبر مش هتلاقوا انه ذكر الكونفدنس انترفل، وكمان كان بيشرح الديسكريبتيف انفلكشن ستاتستكس. اخر سؤال بالنسبه لي هو ده المهم اللي هيرد على اجابه او سؤال دكتور عبيد، هل التريتمنت افكت كان فيه ستاتستيكال ديفرنس وهل فيه كلينيكال ديفرنس ولا لا؟ هو في فرق بين كلمه احصائيه في ديفرنس وكلمه كلينيكال في ديفرنس؟ فرق كبير جدا جدا. مش كل حاجه هنبص على البي فاليو وننسى ان الكونفدنس انترفل ممكن يطلع حاجات ثانيه مختلفه عن الكلام ده. البي فاليو بالنسبه للناس اللي ما بتعرفش ايه بي فاليو، هي فاليو معينه من خلالها بقول في فرق احصائي ولا لا. دايما في الغالب في اغلب الابحاث بتاعتنا بتبقى 0.05، في الغالب البي فاليو بتبقى معموله على 0.05. لو عدت
قامت اعلى من 0.05 بقول مفيش significant difference، لو اقل بقول ان في significant difference. طيب في بقى مشكله في حاجه انا حاسس ان هو ظلم نفسه فيها، هو الباحث نفسه ظلم نفسه فيها، انه كان واخد سامبل سايز قليل، وهتعرفوا ليه دلوقتي. انا طبعا من ضمن الحاجات اللي كان بيقيسها حاجه اسمها سبادي، حاجه اسمها سبادي دي المفروض سكيل بيقيس الفانكشن بتاع الشولدر، واغلب دكاترتنا عارفينه وبنشتغل بيه دايما. ف المينيمال كلينيكال امبورتنت ديفرنس مكتوب كام عشان يحصل تحسن، عشان نعتبر ده تحسن، من 8 ل 13.2. ده المينيمال كلينيكال امبورتنت ديفرنس، يعني لو الدراسه فيها تحسن من 8 ل 13 درجه اعتبر ان السبادي ده تحسن. طيب بص كده على الجزء الاسبوع ال 12، اخر حاجه اخر كلمه حضرتك عديت وقتك 10 دقائق، هو تسمحني في 5 دقائق، انت كده عديت وقتك 10 دقائق. يعني اخر كلمه هنحط عليها الشطط. طيب اخر حاجه بس هستاذنكم عشان بس نختم الموضوع ده، بص على الفرق بين الجزء بتاع الكنترول جروب وبتاع الانترفنشن جروب، ال 22.18 - 9.23 خلاص، يبقى النتيجه في الاخر الديفرنس كام؟ 12.95. يعني في significant difference ولا لا؟ في فرق ملحوظ زي الكلام المكتوب هنا ولا لا؟ موجود. لكن مع ذلك البي فاليو اللي كنت بقول لها يا دكتور عبير طلع نو significant difference، هو مش مطلع فرق بين المجموعتين، على الرغم ان هو بنفسه مطلع difference حسب الريفرنس ده، المفروض ده يعتبر كلينيكلي امبورتنت، يعني احنا لو طبقنا الكلام ده كلينيكلي هنطلع نتائج، لكن statistically طلع للاسف ظالم نفسه. طيب اخر حاجه عشان اختم، هل التريتمنت افكت برضه نفس السؤال، في حاجه اسمها افكت سايز بنحسبها اللي هي قيمه الافكت او حجم الماجنتيود بتاع الافكت بين المجموعتين. لما جيت حسبته له باستخدام ايكويشن اسمها كوهينز ايكويشن دي بتحسب الافكت سايز، لقينا ان طلع رقم حوالي 0.79، يعني في ميديم افكت سايز، ودي حاجه في البحث العلمي حلوه جدا، حاجه حلوه جدا. ومع ذلك برضو الراجل مطلع في السلايد اللي فاتت ان مفيش significant difference بين المجموعتين. ده عندنا في البحث بنسميه تايب 2 ايرور او بيتا ايرور، ان هو ما قدرش يثبت وجود علاقه او تحسن في المرضى بتوعه على الرغم ان فعلا في تحسن موجود وحسبناه له كلينيكال. خلاص، فاذا كده ده الختام بالنسبه لي. عايز بس اوصل لكم رساله صغيره، ان ما تبصش لاسم المجله ولا قيمه المجله، بص على البحث هتطلع حاجات زي دي تخليك بينك وبين نفسك تقول الله طب دي حاجه طبقها ولا ما طبقهاش. طبعا الكلينيكال بوتم لاين هنا بالنسبه لي انك تطبق الكلام ده، بس حذر. بحذر ليه؟ لان كان في مشاكل زي ما احنا قلنا في البلايندنج، في مشاكل في انه ما عرضش الكونفدنس انترفل، وكمان ما قدرش يثبت او وقع في تايب 2 ايرور ان هو ما خدش سامبل سايز كبير يثبت بيه النتائج بتاعته. شكرا جزيلا لوقتكم.